جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنها كثيرا ما تحتاج إلى الشراء من أهل البضائع في الدكاكين، وتسأل عن مخاطبتها لهم بالبيع والشراء إذ أنها محتاجة لذلك، مع أن لها ولد عمره 10 سنوات وبنت عمرها 7 سنوات. جزاكم الله خيرا. إذا احتجت إلى الخروج لقضاء حوائجك من السوق جاز ذلك مع ملازمة الستر والحجاب وعدم مخالطة الرجال، ويجوز لك أن تكلمي صاحب السلعة عند بيعها ومعرفة ثمنها، لا مانع من ذلك، مع لزوم الحياء وعدم الكلام مع الرجال إلا بقدر الحاجة. نعم.